دبولته صغيرة في النص. حاول اجيب البقرة عشان تركز على حتة معينة. ده بقى البقرة بتاعته ايه؟ اقل شوية الورقة اهي، هنظبط على البقرة بالظبط، بس هو يعني صعب شوية في ظبطته، لازم ايه؟ تبقى نقطة واحدة. هي بص خطوات ده المفروض ما تكملش، بس انا مش عارف اظبطها. عليكم السلام ورحمة الله. بص بس يعني ايه بسيطة كده، تيجي عايز ظبطتها لان البقرة تحت. اشتعلت 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 هتشتعلت. قرب كده شوية عندي. ايوه ايوه ولعت. ولعت. فرجعله بقى كده زي ما هي عشان يعرف ان البقرة تحت زي ما هي كده.